عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكي، أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم ذا دريم، وحلقة جديدة معانا. وأرحب بضيفي اللي معايا محمد سيد شحات. أهلا بيك أستاذ محمد. أهلا بيك، أهلا بحضرتك. حضرتك عرفنا بنفسك. أنا اسمي محمد سيد شحات، جزيرة محمد الوراق، محافظة الجيزة، حاصل على صنف لغة عربية وعلوم إسلامية. عندي موهبة في كتابة الشعر، شاركت في فقرة المواهب في برنامج شباب على الهوا على القناة التانية، وشاركت في مهرجان المواهب الكشافية وحصلت على المركز الأول في الشعر وفن المقال. والنهاردة طبعا يشرفني وجودي في برنامج ذا دريم، وإن شاء الله أقدم حاجة تعجبكم وتعجب الجمهور. أهلا بيكم. يعني طيب حضرتك إن شاء الله النهاردة هتقدم لنا إيه؟ هقدم حاجة في الشعر الغنائي، كتبت مقطوعة لإنسانة غالية عليا جدا، أتمنى تعجبكم وتعجبها. عنوان القصيدة شمعة الخلود. تفضل. ماشي. يا شمعة الخلود أضاءت القلوب، يا وردة في الوجود جذابة للحياة، يا نجمة في السماء بتخطف العيون، اليوم أحلى يوم في يناير الشتاء، اليوم عيد ميلادك نغني فيه هدوء، يا شمعة الخلود أضاءت القلوب، يا نجمة في السماء بتخطف القلوب، اليوم أحلى يوم في يناير الشتاء، يا نسمة الربيع يا زهرة الخريف، يا روح جوه قلبي بتسكن الدلوق، اليوم راح أقول لرب العالمين الله يبارك في عمرك وقلبك الجميل، في طاعة الحليم ورسوله الأمين وعمل الصالحات بروح الطيبين، اليوم راح أقول لرب العالمين الله يبارك في عمرك وقلبك الجميل، ونرسل لك تهاني السلام والأمان بأرقى الكلمات وأحلى الذكريات، ونكتب الطريق ونقصر المسافات، ده اليوم فرح وسرور بوجودك في الحياة، اليوم أحلى يوم في يناير الشتاء، اليوم عيد ميلادك نغني فيه هدوء، يا شمعة الخلود أضاءت القلوب، يا وردة في الوجود جذابة للحياة. جميلة جميلة جدا. الله يبارك فيكي، تسلمي. أمتعتنا. طب حضرتك صدر ليك دواوين أو أعمال كاملة؟ هو إن شاء الله بإذن الله، يعني في معرض القاهرة القادم بإذن الله في كتاب أدبي عن روح الأنثى، ده أول عمل أدبي ليا، وإن شاء الله في رواية برضو بكتبها تاني، بس إن شاء الله يعني إيه تكون في السنة اللي بعديها، يعني إن شاء الله بإذن الله. روح الأنثى ده تتناول فيه قضايا عن المرأة؟ قضايا المرأة. أه، قضايا اجتماعية يعني؟ قضايا اجتماعية، بتتكلم عن جمال الأنثى، بتتكلم عن جمال الروح. طبعا الجمال طبعا بيتجسد في الروح، مش في الشكل، مش في المظهر الخارجي. طبعا بيتكلم عن التحرش، بيتكلم عن قضايا كتيره قوي بتعالج المجتمع بالنسبه للشباب، ويعني تصحيح النظره الخاطئه تجاه المراه، وانها لها دور في المجتمع كبير جدا. ان شاء الله باذن الله الكتاب يعجبكم وتكون فتحه خير باذن الله. باذن الله يا رب. ان شاء الله باذن الله. طب بس بالنسبه للاعمال الشعريه، ما في طبعا في اشعار كتيره كتبتها بالفصحى والعاميه، لكن انا النهارده حبيت ان انا اقول حاجه في الشعر الغنائي. طبعا تلحيني وانا اللي ملحنها، ويعني كتبت الكلمات. وطبعا احلى حاجه يعني لما تكتب حاجه انت وتعبر عنها بايه، باحساسك. هي احساسها وصل طبعا، هي جميله. ان شاء الله باذن الله، ربنا يوفقك. دايما الله يبارك فيك. تشرفت بيك. تشرفنا بيكم. وهنطلع يا جماعه مع التقارير. معانا العدد من المواهب، معانا 4 مواهب هيعرضوا الاعمال بتاعتهم عن طريق فيديوهات في تقارير. هي طبعا الناس دي من مشاوير بعيده جدا وما قدروش ان هم يكونوا معانا متواجدين،
لكن حرصوا على المشاركة معانا في البرنامج، وحرصوا على التواصل معانا وعلى إظهار موهبتهم بالفيديوهات اللي احنا هنشوفها مع بعض سوا إن شاء الله. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة رقت عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلبي ورفقا صلي على محمد صلي على محمد. السلام عليك يا يا نبي الله يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغارح رأي تألق يبقي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول بالروضة سكنت روحي
وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله، تنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة صدق الله العظيم.
ورجعنا لكم بعد الفاصل وبعد التقارير اللي شفناها، وطبعا استمتعنا جميعا بالمواهب اللي اتعرضت، وطبعا كلها مواهب اللهم بارك احلى من بعض، وطبعا بحب اشكرهم كلهم. طبعا موهبة شروق الطفلة الجميلة شروق ابراهيم مصطفى دي من سوهاج، والطفلة دي بتقول شعر من هي عندها 6 سنين، وحصلت على العديد من الجوائز في المدرسة بتاعتها. واضح جدا ان هي اللهم بارك موهبة الشعر عندها قوية جدا ومتأثرة جدا فيها، وواضح طبعا يعني احساسها وقوتها في الاداء. مستنيين منها انها ان شاء الله تكون شاعرة كبيرة جدا، وطبعا شاكرين لأسرتها سعيهم وحرصهم الشديد جدا جدا لموهبتها. وطبعا يعني بعرض شكر خاص جدا لأستاذ مصطفى جد الطفلة ان هو على تواصل دائم معايا، وحريص جدا ان البنت تظهر وتبقى ان شاء الله قوية جدا في المجال بتاعها. وبشكره طبعا على سعيه واهتمامه وقمة الاحترام والادب بتاعه بصراحة. طبعا برضو عندنا شفنا الموهبة دينا مصطفى قدمت لنا رقة عيناي في فيديو، برضو واضح ان طريقتها في الانشاء قوية. ودينا لسه ما بقالهاش كتير في الانشاد، بس واضح ان هي اللهم بارك هيبقى ليها برضو مستقبل كويس. والجميل في اسرة دينا ان هي اللهم بارك هي واخوها برضو محمد مصطفى الطفل اللي قال ايات من سورة فصلت، هما الاثنين اخوات اللهم بارك، هما الاثنين مواهب وهما الاثنين عندهم الموهبة قوية، وبرضو الاسرة بتاعتهم ربنا يحفظه لهم يا رب، بتسعى ان هما يكونوا كويسين جدا في المجال بتاعهم. طبعا الشاب عمر فارس طبعا أدى، كان الأداء بتاعه مش طويل لكنه كان قوي، إحساسه قوي جدا في آية القرآن الكريم وأداؤه كويس جدا. إحنا منتظرين مزيد من المواهب، وفرحانين جدا طبعا أسرة البرنامج كلها بكل المواهب اللي بتظهر معانا، وبنتمنى ليهم كلهم مستقبل احسن من بعض، وكلها مواهب تستحق التشجيع وتستحق النور وتستحق انها تظهر. وطبعا بشكر شكر خاص استاذ محمد على تعبه وسعيه معانا وحضوره معانا، طبعا نورنا جدا في الحلقه. بنورك. وانتظرونا في حلقات جديده من برنامج ذا دريم، ومستنيينكم ان شاء الله معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.